يحاول سكان المكلا خلع عباءة الحزن التي اكتسوها جراء التفجيرات الدموية التي شهدتها المدينة مؤخرا، وذلك من خلال تجاوز تلك الحوادث والمضي قدما وإعادة إحياء احتفالاتهم ومهرجاناتهم الشعبية من جديد، حيث يحتفل الأهالي بإحياء مهرجان نجم البلدة السياحي. منذ أن تأتي مهرجانات البلدة والكل كنا صغار، نحن كنا ناتي كلنا بهذا، وكان الكبار برضو كانوا يراعون نحن في عملية مشاهدة الناس اللي الأطفال في حالة أي حد ينزل من البحر ولا يطلع عنده شيء من هذا، فيكونون كنا أطفال بهذا الشكل، كنا نمرح ونضح زي ما تشوفون الآن أولاد المنطقة هذا، أولاد أحياء المكلا. المهرجان الشعبي والذي يأتي هذا العام في نسخته السادسة جاء بعد توقف قسري دام لخمس سنوات جراء الأحداث التي عاشتها البلاد، ويشمل هذه المرة إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والاستعراضات البحرية والرقصات الكرنفالية الشعبية وإقامة الحفلات الغنائية التي افتقدها سكان المدينة خلال العام المنصرم. رغم أن تفجيرات الأمس خلفت وراءها العديد من التساؤلات حول مدى سلامة الوضع الأمني في المكلا، إلا أنها وفي ذات الوقت أثبتت مدى اليقظة والجاهزية التي يتمتع بها أفراد الحزام الأمني للمدينة. السلطات الأمنية والجيش في المكلا وبقية مدن الساحل بدأت بتنفيذ خطة أمنية جديدة لتأمين المهرجان وفعالياته، حيث انتشرت دوريات الشرطة بشكل مكثف في الشوارع وإقامة نقاط التفتيش الدقيق للوافدين إلى مواقع الاحتفال ونشر لقوات خفر السواحل. أود أن أؤكد أن قيادة المحافظة وجيش النخبة وأفراد الأمن نحن يوما عن يوم نبسط الأمن والاستقرار والسكينة بين أهلنا وجميع أبناء المحافظة. ويأمل أهالي المكلا أن تساعد عملية إعادة إحياء هذا المهرجان والذي كان يحظى سابقا بزوار من داخل البلاد وخارجها في عودة النشاط السياحي الذي تفتقده حضرموت منذ سنوات عدة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.